العناوين: الحكومة تستكمل بحث صلاحيات الرئيس في الجلسة المقبلة. التوافق سيبقى القاعدة. التنسيق إلى الإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية. لكل الزملاء والمعلمين، ما حدا يستلم أي ورقة تكليف. في الخاص: داوني بالحشيشة وشرعها، وخصوصا مرض السرطان. رجم حامل في باكستان وفتوى سعودية بتحريم التواصل عبر الإنترنت. وفي النشرة: شقيقة أصالة تنتخب في السفارة. ناطرة أنه ترجع أصالة الأصيلة مثل ما كانت. مساء الخير. مجلس الوزراء الذي التأم على البحث في آلية عمل الحكومة في ظل الشغور الرئاسي ناقش على مدى 4 ساعات في وكالته صلاحيات رئيس الجمهورية، لكن إجابة شافية عن التساؤلات المطروحة لم ترشح عن الجلسة، فللبحث تتم في 3 حزيران، وما خرج به وزير الإعلام أن الوزراء أجمعوا على أن التوافق يبقى القاعدة التي تحفظ وتصون عمل مؤسسة مجلس الوزراء وعدم تعطيلها، وقد توصل المجلس انطلاقا من الروح الوفاقية إلى وضع الخطوط العريضة التي يمكن أن يعتمدها خلال هذه المرحلة لتسيير شؤون البلاد. وفي لب التعطيل، فإن علامة الاستفهام التي رسمها وزير المال علي حسن خليل عن شرعية الحكومة في حال تعطل مجلس النواب تركت علامات تعجب على مصير مؤسسات الوطن مجتمعة. غير أن أسباب أمل وحزب الله تختلف عن ميثاقية عون والكتائب، لكن في النهاية كل الطرق تؤدي إلى التعطيل، ولن يبقى حين ذاك من منفذ سوى اتفاق جامع على التمديد لمجلس النواب، وساعة إذن يهرعون إلى المجلس لتثبيت أقدامهم على أراضيه، وعند التمديد تسقط الميثاقية ويصبح النواب المقاطعون اليوم حاضرين غدا، يرفعون أيديهم ليكسروا آخر معاقل الديمقراطية التي تكون قد مددت مرتين وبلا سبب يستدعي ذلك، وبلا أي ضرورات من شأنها أن تبيح المحظورات إلا تلك المتعلقة بالمقاعد النيابية لكل فريق، وعدم المغامرة في معركة انتخابية لا تضمن الحفاظ على المكاسب. لكن ما بدأته جلسة اليوم قد يرسم نهاية ولاية طويلة العمر للأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، وما يتدبره الوزراء المسيحيون في الجلسة قد ينتزع أوراقا من ذاك الرجل الذي لم يكن أمينا على محاضر مجلس الوزراء ويحرر الرئيس تمام سلام من قبضته. فالبوجي على زمن رفيق الحريري كان أداة تزوير، وعلى عهد فؤاد السنيورة أصبح شريكا، وفي ولاية سعد الحريري تحول إلى وصي على الأمانة باعتباره من تركة العهد، ولأنه من إرث الشهيد فقد خافه نجيب ميقاتي وتجنب المس به، إلى أن أصبح في عداد أولاده 4 من قادة الأجهزة السنة. أفاد مراسلنا في صيدا منذ بعض الوقت عن انتشار للجيش والقوى الأمنية في حي الست نفيسة إثر تلاسن بين عدد من الشبان على خلفية تعليق علم لحزب الله منذ أيام على أحد أعمدة الكهرباء في المنطقة. وفي البانوراما: مجلس الوزراء لا يحسم في وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية، هيئة التنسيق النقابية تعلن الإضراب ومقاطعة الامتحانات الرسمية، وأخبار أخرى في هذا التقرير للزميلة عنان زلزلي. عقب الجلسة الأولى له بعد الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، أكد مجلس الوزراء ضرورة انتخاب رئيس في أقرب وقت، لما لانعكاس شغور مركزه على صلاحيات مجلس الوزراء الذي تنتقل إليه جميع صلاحيات الرئيس في حال خلو سدة الرئاسة. وقد دعا رئيس مجلس الوزراء المجلس للانعقاد عند الساعة 4
من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 3 حزيران 2014 لمتابعة البحث في الوسائل الآيلة إلى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية المناطة به وكالة. وقد أجمع الوزراء على أن التوافق سيبقى القاعدة التي تحفظ وتصون عمل مؤسسة مجلس الوزراء وعدم تعطيلها. من السرايا الكبيرة، وبعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام، أمل وزير التربية اليسبو صعب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وإعطاء المعلمين حقوقهم قبل مواعيد الامتحانات الرسمية. لها الأساتذة اللي صار لهم 3 سنين بالشارع بدل ما يكونوا بالمدارس، وبدل ما يكونوا عم بيطوروا مناهجهم، وبدل ما يكونوا عم يهتموا بالطلاب، عم بيضيعوا نص وقتهم مطالبة بهالحقوق اللي هن بيعتبروها حقوق مكتسبة، ونحن ندعم مطالبهم. إن شاء الله نقدر نحل أزمة السلسلة أو مشكلة السلسلة قبل 7 حزيران، قبل ما يوصل تاريخ أول امتحان للبريفي. أعلنت هيئة التنسيق النقابية الإضراب المفتوح في القطاع العام ومقاطعة الامتحانات ما لم تقر سلسلة الرتب والرواتب. بدورهم اعتصم الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية في إطار الإضراب الذي لا يزال مفتوحاً. هيئة التنسيق النقابية تخرج بعمل ديمقراطي غير مسبوق، عنيت به توصيتها إلى الهيئات والجمعيات العمومية بتنفيذ الإضراب العام المفتوح في القطاع العام وشل كل الأعمال الإدارية بما في ذلك مقاطعة الامتحانات الرسمية في 7 حزيران المقبل. نداء لكل الزملاء، لكل الزملاء والمعلمين، ما حدا يستلم أي ورقة تكليف بموضوع الامتحانات. لا أسئلة إلا بعد إجابة المعنيين عن أسئلتنا، ولا تصحيح إلا بعد أن يصحح المسؤولون أوضاعنا، ولا امتحانات إلا بعد نجاح المسؤولين في امتحانات إقرار ملف تفرغنا. أكد رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ التعاون الكامل بين المجلس والمحكمة الدولية والتزام المجلس بالحريات الإعلامية وصيانتها. المجلس الوطني للإعلام يلتزم بالحريات الإعلامية وبصيانة هذه الحريات، كما أنه معني بكشف الحقيقة في موضوع اغتيال رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري، ويتمنى في هذا المجال في أن يصل المعنيون في لبنان إلى ضرورة فصل مسألة الحريات عن الانقسام السياسي والطوائفي، لأن الانقسام السياسي والطوائفي يضر بموضوع الحريات. أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استقبل في مقرها في نيويورك المحامي الفخري ورئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو، وأشار بان كي مون إلى الدور الحيوي لمكتب الدفاع الذي يسهر على إنصاف وموثوقية الإجراءات المتبعة في المحكمة الخاصة بلبنان، مشددا على أهمية المحكمة في منع الإفلات من العقوبات الذي ينعم به مرتكبو الجرائم الواقعة ضمن صلاحياته، آملا أن تسير الإجراءات مستقبلا بكل سلاسة وسرعة. رأى النائب محمد رعد أن رأس رمح المؤامرة في سوريا انكسر، وظهر نتاج مشاركة مجاهدي حزب الله في قطع دابر المؤامرة، مجددا في احتفال تأبيدي في حروف موقف حزب الله من الرئيس اللبناني المقبل. نحن الوطنيين الحقيقيين لا نقبل من أحد أن يزايد علينا بالوطنية. أين دافعوا عن وطنهم لبنان؟ لن نقبل بعد اليوم رئيسا يكون خصما للمقاومة وغير حافظ للعهد معها. لقاء وداعي أقامته السفارة الإيرانية للسفير غضنفر ركن أبادي لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في حديقة السفارة بالفيضية، وكانت لأبادي رسالة سلام مؤثرة وجهها إلى البلد الذي ألف العيش فيه وأحبه بكل مكوناته الاجتماعية وأطيافه السياسية. وطن كهذا الوطن
وشعب كهذا الشعب كيف للمرء أن لا يحبه ويحترمه ويحني الهامات إجلالا لعظمة انتصاره؟ أترك لبنان ورسالتنا إليه أن وحدتكم هي سر انتصاركم، وتنوعكم الطائفي مصدر غنى وتنوع وحضارة، ليكون لبنان عنوانا دائما للحضارة والمقاومة والتطور والازدهار. احتفلت طرابلس بافتتاح مسجد التقوى بعد ترميمه والانتهاء من أعمال الصيانة فيه إثر الانفجار الذي استهدفه في آب 2013، وذهب ضحيته أكثر من 50 قتيلا ومئات الجرحى. وقد أما المصلين الشيخ سالم الرفاعي، وتزامنا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية السورية في الخارج، تظاهر عدد من السوريين في طرابلس مرددين هتافات ضد الرئيس السوري بشار الأسد في رد على مشهد التأييد الذي عكسه المقترعون السوريين الذين تهافتوا لتأييد الأسد في الانتخابات الرئاسية في السفارة السورية. بين السياسة والدستور، شهر عسل مجلس الوزراء مهدد بالأفول. تقرير جاد غصن. ظلل الشغور في سدة رئاسة الجمهورية أولى جلسات الحكومة في المرحلة الدستورية الجديدة. رفض الوزراء التعليق مباشرة أمام عدسات الكاميرا، غير أن مواقفهم بدت واضحة لدى دخولهم الجلسة. فالأفرقاء المسيحيون يقدمون مناقشة آلية عمل الحكومة في هذه المرحلة على مناقشة أي جدول أعمال. وفي حين أعلن وزير الاقتصاد علانية أنه سيطرح ضرورة أن يتفق مجلس الوزراء مجتمعا على جدول الأعمال وأن يوقع الوزراء كافة على كل قرار لإقراره، أشار وزير الصحة وائل أبو فعور إلى ضرورة عدم اختراع أسباب لتعطيل مجلس الوزراء ومجلس النواب. ماذا يقول الدستور في مسألة جدول الأعمال عند حدوث شغور في الرئاسة الأولى؟ أنه المادة 64 من الدستور بفقرتها السادسة بتقلك أنه بالأساس لو كان في رئيس للجمهورية يطلع رئيس مجلس وزراء رئيس الجمهورية مسبقا على الموضوعات التي تتناولها جداول أعمال مجلس وزراء، وليس بعود لإله يأخذ موافقته عليها حتى. فمن باب أولى أن لا يتمتع الوزراء ومجلس وزراء الذين يمارسون هذه الصلاحيات وكالة عن رئيس الجمهورية بأكثر مما كان تمتع به الأصيل. أما في شأن إقرار البنود بإجماع الوزراء، فيؤكد مرقس أن منطق هذا المطلب ينافي روح الدستور. ما تتخذ، وهون لب الموضوع، ما تتخذ القرار في مجلس وزراء باتجاه أو بآخر، المرسوم الصادر هو الذي يعني يزين هذا القرار، يغلفه بطابع قانوني، فما بيعود في لزوم نرجع نعود ونقول بدنا نصوت. مجرد اتخذ القرار بالأكثرية اللازمة اللي هي الأكثرية اللي هي نص زائد واحد أو أكثرية الثلثين حسب إذا كان في موضوعات أساسية وفي كلمة 65، يصدر فيها وبموجبها هذا المرسوم أو لا يصدر، ما منعود منصوت عليه من جديد ومنعيد الكرة. توافق كتلتي التغيير والإصلاح والكتائب اللبنانية إضافة إلى الوزير بطرس حرب غير كاف لتعطيل مجلس الوزراء، فمجموعهم 8 وزراء ويحتاجون إلى وزير إضافي على الأقل لجمع القدرة التعطيلية. وهنا تتوجه الأنظار إلى مواقف الوزراء الذين أتوا من حصة الرئيس المنتهية ولايته ميشيل سليمان ووزراء حركة أمل وحزب الله الذين قد يجارون أقرانهم المسيحيين ولو بدافع آخر، تعطيل مجلس الوزراء في مقابل تعطيل لمجلس النواب. جاد غصن، قناة الجديد. راعي الكنيسة التقى اللبنانيين من عملاء لحد، صلى معهم وتناول الطعام إلى مائدتهم ووصفهم بالضحية. أما هم فتفاخروا بجنسيتهم الإسرائيلية الجديدة وأعلنوا رفضهم العودة. تحقيق للزميلة دارين دابوس. لم تبقى زيارة راعي الكنيسة المارونية للأراضي المقدسة وحدها مسار جدل، إذ تمخضت عنها جدلية أخرى قديمة متجددة تمثلت في الاعتراض على لقاء الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي عملاء ميليشيا أنتوان لحد وأفراد عائلاتهم الذين فروا إلى فلسطين المحتلة بعد اندحار جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الجنوب عام 2000.
الراعي صلى مع جالية العملاء في كنيسة القديس بطرس قرب بحيرة طبرية وتناول الطعام إلى مائدتهم ووعدهم بالسعي لإعادتهم إلى لبنان، وكان بارزاً وصفه لهم بأنهم ضحية. وما أثار الاستياء مواقف هؤلاء العملاء وتصاريح بعضهم لوكالة فرانس بريس، لا سيما قولهم إنهم لا يرغبون في العودة إلى لبنان وإنهم فخورون بجنسيتهم الإسرائيلية المكتسبة وإن أبنائهم يخدمون في صفوف الجيش الإسرائيلي. هذه المواقف الفاضحة أثارت بلبلة ورفضا في صفوف الكنيسة في فلسطين المحتلة، وإن كانت هذه الأصوات لا تجرؤ علنا على رفض هذا اللقاء فتفضل أن تضعها ضمن إطار أن من واجب الراعي احتضان القطعان الضالة. أنا شخصيا كفلسطيني نعم، أنا أرفض أي علاقة مع إسرائيل إلى أن يعود إلى حقي. شايف كيف؟ والبطرك بطالبه أنه أنت مؤتمن على الحق وعليك أن تقول الحق وتعمل أجل الحق، حتى لو كان أنت قلت أنه الحق عليه أهل فلسطيني. بس أبونا وقت بيقولوا وقت الراعي يصفهم بأنهم ضحية وهن بيردوا عليه نحن إسرائيليون ولن نعود إلى لبنان، شو ما يعني؟ ما هو هذه المشكلة، أنه هدول الأشخاص قديش نسبتهم، عرفت كيف؟ هدول مغسولين دماغهم، هدول بعين حارم الشيطان. هذا واجبه أنه يلتقي مع أبنائه سواء كانوا عملاء ولا مش عملاء. هدول بحاجة لراعيهم حتى يرجعهم للحظيرة. ويفضل أهل القلم كما رجال الدين النأي بأنفسهم عن مواجهة الراعي مباشرة. أنه أنا كتير ضايقت من الناس اللي قالوا نحن صرنا إسرائيليين، أو الأولاد قالوا أنه نحن ما عاد بدنا نرجع للبنان، لأنه لبنان ما عاد هديك البلد اللي حاضر لاستقبلنا لاحتضاننا. نحن هيدا اللي بدنا إياه، أنه بدنا موقف رسمي أنه هودي أهلنا ولازم يرجع العدد الكبير منهم اللي ما قالوا عليه أكام بالحرب، بس أنه جزء من عائلة أو أنه بيو ارتكب جريمة أو شيء. حتى اللي ارتكبوا الجرائم أنا من رأيي أنه يرجعوا على لبنان سلموا حالهم ويتحاكموا حاكمة عادلة وبعدين نوجد لهم حال. سيدنا البطرك حد هلأ يعني أكد على أنه هو كان على حق بالزيارة وأنه هيدي بعد الزيارة رعوية وأنه ما تورط بأي انزلاقة سياسية أو استدراج سياسي من قبل الإسرائيليين. لقاؤه إذا قالنا بين مزدوجين عملاء الأحد، بالعكس هيدا عزز له الهدف السامي للزيارة وما جعل ما خلى الزيارة تكون بس زيارة رعوية عابرة بس لحتى نروح على رعية ونصلي نحن وأهلها ويتباركوا فينا. وسيعود البطريرك الراعي يوم السبت إلى لبنان بعد أن أمضى أسبوعا كاملا في الأراضي المقدسة. دارين دعبوس، قناة الجديد. مسلحون يظهرون بالصوت والصورة من على سطح أحد الأبنية ويطلقون النار ابتهاجا. تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه شبان مسلحون على سطح أحد الأبنية السكنية وهم يبتهجون أثناء ظهور الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير لمناسبة عيد التحرير في 25 من الجاري في مشهد اعتاده اللبنانيون أثناء وعقب أي خطاب سياسي لزعماء كل من 18 من آذار. وعلى الرغم من مطالبة الزعماء في عدة مناسبات التوقف عن إطلاق الرصاص، إلا أن هذه الصور تكشف بوضوح كيف اعتلى هؤلاء سطح مبنى وصوبوا رصاصاتهم في المجهول. ويبدو في الفيديو أن مطلقي الرصاص تفوهوا برصاصات أقوى تحمل عبارات نتحفظ عن بثها لأنها ستشكل بالفعل كلاما أقوى من الرصاص. وبموجب هذه المشاهد فإن أصحابها ما عادوا سريين وهم يتسلقون إضافة إلى المباني أسطح مواقع التواصل الاجتماعي، ليبقى هذا الفيديو بعهدة الأجهزة الأمنية والقضائية والحزبية إن تحركت. ضمن سلسلة تحقيقات شرع الحشيشة في لبنان، أهم الأمراض التي تعالج بالقنب الهندي واقتراح قانون تشريع الحشيشة بدأ العمل به. تحقيق يمنى فواز. يخاف معظم الناس لدى سماعهم بالحشيشة وأول ما يخيل إليهم هذا المشهد. هذا
ولكن ما لا يعلمه معظم الناس أن هناك تعتيما مقصودا لمنع وصول المعلومات إليهم. فنبتة القنب الهندي أي الحشيشة لها فوائد طبية تعجز الأدوية الكيميائية أن تحل محلها، فضلا عن فوائدها الصناعية مثل السرطان، الأبوليبسي اللي هي السرع، باركنسون، الزهايمر، الاتش اي في، الايد، وعدة أمراض تانية مثل الروماتيزم كمان، الجلاكوما اللي هي المي الزرع. فورد عملت سيارة اسمها فورتي، 85% من المواد مصنعة مكنة بالهند. علي عوض واحد من الباحثين الذي كان مناهضا لقوننة الحشيشة إلى أن في قريب إلي صار معه سرطان. فورتشنتلي كان الريسيرش كان تودينا نفس الموضوع هو القنة بالهند. لما عملت ريسيرش أنا عن القنة بالهند لقيت إنه أوريدي بيعالج تقريبا معظم الأمراض اليوم. فشلت الفارماسوتيكال كومبانيز هي شركات الأدوية بتصنيع دواء خصوصا مرض السرطان، لأنه العلاج اليوم موجود الوحيد السوق اللي هو العلاج الكيميائي، ونسبة نجاح العلاج الكيميائي اليوم بالعالم مهما كان نوع السرطان مع المريض ما بتجاوز 5%. أصداء الحشيشة وصلت إلى مكاتب مجلس النواب اللبناني، والنائب إمير لحمة يحذو حذو النائب وليد جنبلاط معلنا تبنيه القضية خالعا عنه قناع الجبن. موضوع زراعة الحشيشة، زراعة الحشيشة تشريعة لضرورات صحية وطبية واقتصادية بات ملحا في لبنان، والخوف من لفظة أنا الأوان أنه نطلع منه. أنا الأوان أنه نطلع منه. ليش؟ لأنه نحن مش رح نكون أكثر حرصاً على شبيبتنا وأهلنا من أغلبية الدول. 21 ولاية أمريكية شرعتها. طب ليش نحن خايفين هالقد أنه نطرح هذا الموضوع ونقلع فيه؟ يعني أنا أخذت وأخصائيين هلأ أنت؟ أنا كتير صري سنتين بشتغل فيها، بس بعترف أني كنت مجبن. هالتبون خزق. اليوم بيجي زعيم بحجم وليد جنبلاط، أنا بهنيت بوجه له تحية عبرك، وأنتو الجديد أنحني أمامكم، برفع البرنايطة بهنيكم والاقتصاديين. وأنا بدي حكي تكتلنا ببعلبك الهرمل، تكتلاتنا السياسية اللي منتصل نحن وياهم فيها، لحتى نشوف كيف بدنا نقنع بعضنا فيها ونصال على موضوع يصير حيز التنفيذ يترجم عملي. من الحقول إلى المواقف السياسية المؤيدة، فمكاتب النواب تتنقل نبتة القنب الهندي وتضع لها مكانا في جدول السياسيين واهتماماتهم وأبحاثهم. فهل تجد هذه الكميات الهائلة من الحشيشة والمخزنة في أماكن آمنة سوقا لها في لبنان للاستعمال الطبي والصناعي بدلا من أن تباع للاستخدام الشخصي فقط؟ يمنى فواز، قناة الجديد. أعلنت الولايات المتحدة على لسان متحدثة باسم خارجيتها أن مواطناً أمريكياً نفذ تفجيراً انتحارياً داخل سوريا، ولم تكشف مزيداً من التفاصيل عن الانتحاري الذي قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه شاب في العقد الثاني من العمر. وداعش تختطف أكراداً في حلب، فيما الهيئة المعارضة تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لمواجهة الجماعات الإرهابية. أقدمت عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش على خطف نحو 200 مواطن كردي في بلدة قباسين بريف حلب شمالية سوريا، تتراوح أعمارهم من 17 إلى 70 عاما. وأوضح مدير المرصد السوري لوكالة الصحافة الفرنسية أن أسباب الخطف مجهولة، وقد تكون لطلب فدية أو لاتهام المعتقلين بأنهم موالون لتنظيم كردي معين أو لمخالفتهم الشريعة الإسلامية. من ناحيتها، دانت هيئة التنسيق السورية المعارضة ما سمته مجزرة ارتكبها داعش بحق المدنيين في محافظة الحسكة يوم الخميس، وصفة هذه المجزرة بالإرهابية. وفي بيان أشارت إلى أن تنظيم داعش أعدم نحو 15 مواطنا سوريا ومثل بجثثهم، بينهم 7 أطفال وثلاث نساء ممن نزحوا من بطش القوات السورية في ريف حلب. كما جرى تفجير عربة مفخخة في قرية تماد ذهب ضحيتها
لها عدد من المدنيين. كما أشارت هيئة التنسيق السورية المعارضة إلى أن إرهابيين من جنسيات أجنبية تابعين لتنظيم داعش كانوا بين منفذي هاتين المجزرتين، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وفعالة لمواجهة هذه الجماعات وخصوصا العناصر الأجنبية منها. في هذا الوقت يخوض الجيش السوري اشتباكات عنيفة قرب كسب في حلب، ويقطع إمداد المسلحين بين منطقة ربيعة وجبل النسر. وفي السياق المنفصل، دعا البطريرك مرغناطيوس فرام الثاني كريم السوريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها خطوة حضارية، معتبرا أن منع بعض الدول السوريين من المشاركة بالانتخابات تصرف غير حضاري يعكس خوفها من نتائج الانتخابات. التلفزيون الحكومي أظهر من جهته لقطات للرئيس السوري بشار الأسد في اجتماع مع وفد من كوريا الشمالية في دمشق يوم الخميس، يترأسه وزير التجارة الخارجية الكوري الشمالي، الذي نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية قوله إن كوريا الشمالية ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري. ونقلت الوكالة عن الأسد قوله إن سوريا وكوريا الشمالية تقفان على قدم المساواة وتقاومان ما قال إنه المؤامرات الإمبريالية. تحريم الأحاديث المختلطة عبر الإنترنت في السعودية ورجم امرأة حامل حتى الموت في باكستان. صرح عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالله المطلق أن محادثة الرجل مع المرأة عبر الإنترنت بمثابة خلوة محرمة يكون الشيطان حاضرا فيها، داعيا النساء إلى الابتعاد عن محادثة الرجال وإن كان بغرض النصح والإرشاد، غير أن عددا من العلماء عارضوه معتبرين رأيه اجتهادا لا فتوى. لا يمكن اعتبار هذه فتوى دينية متعالية، أي أنه يريد أن حكم الله هو كذا، ولكن يبدو أنه اتخذها كوسيلة، يعني هي أقرب إلى الرأي الشخصي له لتجنب الآثار السلبية للخلوة أو الزنا أكثر من كونها فتوى بذاتها. بدأت المواقف الدولية التنديد بجريمة قتل امرأة حامل رجما بالحجارة في باكستان، حيث قتلت أسرة باكستانية ابنتها البالغة من العمر 25 عاما أمام محكمة إقليمية في وسط باكستان، فيما يعد جريمة شرف، وذلك بسبب زواجها من رجل تحبه. الشابة الحامل تعرضت لهجوم من والدها وأشقائها وخطيبها السابق وغيرهم من أفراد الأسرة عند بوابة المحكمة العليا في مدينة لاهور في شرقي باكستان، حيث ضربوها مرارا وتكرارا على رأسها بحجارة، وأعلنت وفاتها في وقت لاحق في أحد المستشفيات. الشرطة الباكستانية أعلنت توقيف 4 أشخاص من منفذي عملية القتل، من بينهم والد القتيلة. الآن إلى النشرة الفنية والزميلة دارين شاهين. مساء الخير. رقص إيطالي معاصر جرى البارحة في فندق البستان يجسد فن فرد العريق، وذلك برعاية السفارة الإيطالية في لبنان. نتابع سويا. ليلة 29 من الشهر الجاري استقبل فندق البستان ضمن فعاليات مهرجان البستان حفلا إيطاليا للرقص المعاصر برعاية السفارة الإيطالية في بيروت. C'est un spectacle formidable. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de la chorégraphie que vous avez fait? Alors c'est vraiment un projet sur 3 ans, sur Verdi, pour moi, pour nous. Pour toute la compagnie, c'est la pièce de Verdi la plus dramatique, la plus au fond du cœur. Donc ça nous a pris vraiment le cœur. C'est un cœur qui crie, qui plaît, qui comme si transpirait du sang. En fait, c'est vraiment une pièce. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment une des pièces la plus énergétique. Et c'est un peu le désespoir de cette fille qui était pas destinée à aimer. La société, elle est le mariage, donc les mariages qu'elle a pas pu, et la société qui est un peu conduite par le père, qui peut pas accepter qu'une fille qui à l'époque était de costume, bon, c'était une prostituée, pouvait aimer
vraiment des états purs. C'est cette société qui est masculine. C'est pour ça qu'au moment donné, ils sont tous... C'est comme l'Italie, c'est comme ici. Mais c'est l'Italie, c'est malheureusement des fois c'est voilà, il faut se battre. J'ai vu une scène très jolie qui est elle chantait par le dos. C'est comme si c'était la bouche par le dos. Exactement. C'est la vie du passé. C'est comment les parties plus profondes. Des fois, la danse, on bouge beaucoup dans les corps, dans l'espace. Mais à l'intérieur, on a un corps aussi, on a des muscles qui peuvent danser. Donc, c'est une façon vraiment de danser dans les sens profonds. En plus, c'est les poumons. Donc, Violette, elle est la malade de Tizi. Donc, c'est aussi les poumons qui hurlent. Attilio De Gasperis, how did you find this beautiful event tonight? I'll tell you, we are really very glad to present here in Beirut, together with Al-Bustan Festival, one true excellence of Italian contemporary art. I already knew the group because I presented them in São Paulo. You know, I just came a few months ago from São Paulo, a beautiful town full of with Italians and with Lebanese people, as you know. And I had this group and I felt in love with them because they combined the techniques that is perfect, the perfect mastership of the technique with the interpretation, with a deep lecture of Verdi. You know, we have so many events in Lebanon because you are country. What is the next event? Tomorrow. I wish all the embassies here are like the Italian embassy. Maybe they are even better. Thank you very much. Okay, bye bye. من فندق البستان دارين شاهين قناة الجديد. هل رح تسامح ريم نصري أخت أصالة نصري بعد أراء السياسية المعارضة للنظام السوري وتحديداً الرئيس بشار الأسد؟ خلينا نشوف مع الزميلة راشيل كرم. عيوننا إليك، أملنا عليك، أيدينا في يديك لنحمد البلد. لو طالت الدروب واشتدت الخطوب، عهدا من القلوب لبيك يا أسد. خلال عملية الانتخابات الرئاسية السورية في السفارة السورية، التقت كاميرا الجديد والزميلة راشيل كرم الفنانة ريم نصري شقيقة الفنانة أصالة نصري، وكان هذا الحوار. أنا سورية جاي اليوم أدي واجبة تجاه بلادي وحمل الأمانة لفارس العرب اللي أنا بشوفه الحلم القائد رجل الأمل اللي رح ينقل الأمانة مثل العادة واللي رح يطلع البلد من الحرب اللي دايرة فيها ويرجع يعيد عمارة من جديد. في غنية جديدة للرئيس بشار الأسد؟ أكيد في أغنية جديدة بعنوان تحمل نفس الشعار اللي اختار سيادته لحملته الانتخابية بعنوان رح نبقى سوا إن شاء الله قريبا رح تنزل. وفي غنية جدتية بصوتك كنت غنيتها شقيقتك نصري أصالة نصري؟ لا، في أغنية عم بعيدها بصوت الوالد معمولة، هي أغنية الوالد هلأ عم بعيدها إن شاء الله. هي أغنية وطنية لازم غنيها إن شاء الله. بتقول يلا شبي يا بنتي، يلا شبي يا بنتي وصيري كبيري، مستني الوطن حتى تلبي صوت الواجب وتتحدى الزمن. مستعدة تسامحي أختك أصالة لرأيها السياسي أو ليلي كل هيدا الأمور اللي حامت حوالي تصريحها؟ مستعدة تسامحيها؟ سوريا الأم والقيادة العظيمة فاتحة قلبها وبتسامح الكل، فما بالك إنه هي أختي من دمي ولحمي. أكيد أنا بسامحها وبحبها وناطرة إنه ترجع أصالة الأصيلة مثل ما كانت. لبيك لبيك يا سيد الأمم.
هيدي كانت نشرتنا الفنية، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. باي. في ختام النشرة تذكير بأهم العناوين. كان في النشرة: الحكومة تستكمل بحث صلاحيات الرئيس في الجلسة المقبلة. التوافق سيبقى القاعدة. التنسيق إلى الإضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية. لكل الزملاء والمعلمين، ما حدا يستلم أي ورقة تكليف. في الخاص: داوني بالحشيشة وشرعها. وخصوصا مرض السرطان. رجم حامل في باكستان وفتوى سعودية بتحريم التواصل عبر الإنترنت. وكان في النشرة: شقيقة أصالة تنتخب في السفارة. ناطرة أنه ترجع أصالة الأصيلة مثل ما كانت. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.